من نجوم لعبة جماعية مميزة نبغ فيها وتألق لأنه من يعني طفولته ونعومة أظافره وهو حاسس بالمنظومة اللي هو فيها، كونه ابن ونجل قامة كبيرة جدا جدا في الوسط الرياضي. كابتننا الكبير ونقيبنا الرياضي الكبير والإعلامي الكبير رحمه الله أستاذنا العظيم ناصف سليم اللي كان موجود رئيسا لاتحاد الطائرة المصري كرة الطائرة المصري وكذلك الأفريقي، واحد من أبرز الإعلاميين الرياضيين في تاريخ الإعلام الرياضي. ضيفنا النهاردة في هذه الفقرة المميزة المهندس خالد ناصف، أهلا بحضرتك وشرفنا ومنورتك. أهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك ومتشكر جدا على المقدمة الجميلة دي. وطبعا أنا ما أقدرش يعني أقول غير أن أنا فعلا ابن أسرة الكرة الطائرة، أنا يعني متربي في بيت كرة طائرة طبعا، وكوني النهاردة رئيس اتحاد الكرة الطائرة ده بعد ثلاث دورات مرتين فيهم عضو مجلس إدارة من سنة 96 ل 2000 ومن 2004 ل 2008 مع الدكتور عمرو علواني، وبعدين كنت نائب رئيس مجلس الإدارة مع كابتن علي السرجاني من 2008 ل 2012، وبعدين طلعت بسبب الثمان سنين وبعدين رجعت تاني رئيس اتحاد، والحمد لله احنا بقالنا تقريبا داخلين على سنة اهو وعاملين بعض الإنجازات. يعني العودة دي الكل أطلق عليها عودة لم الشمل من خلال المهندس خالد. الحقيقة لأنه أنا لاحظت في الفترة اللي كنت فيها بعيدة عن الاتحاد أنه حصل بعض الصراعات ما بين الاتحاد، كان موجود وتحل وابتدوا يعملوا بعض المشاكل والناس الموجودة، فأنا قلت لا، أنا إحنا قصة كرة طائرة زي ما أنا قلت، ما ينفعش ان النهارده ان واحد لعب كره طايره ويجي يبقى بيقف ضد واحد كره عنده يعني نفس الاسلوب في اللعب الكره الطايره. وخلي بالك ان لعبه الكره الطايره انا بعتبرها ويمكن ده اعتقاد شخصي هي من اصعب الالعاب الجماعيه، لانك انت بتلعب ست افراد في 9 في 9 متر. انت يعني انا مش هقول لك مثلا كره قدم شوف الملعب دي ولا الباسكت ولا مع احترامنا لكل اللعبات طبعًا. ولكن دي لعبه محتاجه تجانس ما بين الست لعيبه او دلوقتي بقوا 7، ايام ما كانش فيه موضوع ليبرو وبقى اصبح النهارده في 7 لعيبه او 6 واحد بيخش ويطلع. اعتقد انه ده محتاج مننا كاسره كره طايره كلنا نبقى على يعني ايه قلب رجل واحد في الحته دي. فانا قلت والله احنا ما عنديش مشكله، اللي نجح نجح اللي صيد صيد. اول حتى ما احنا تولينا الاتحاد يعني دعوه عامه خاصه كمان لكل ما لم يوفقه الحظ ولحضور بطوله افريقيا اللي كانت بعد استلامنا الاتحاد بحوالي اسبوع، وفي بعضهم حضر والدنيا ماشيه كويس ما فيش مشاكل. المستقبل حضرتك شايفه ازاي في قياده الاتحاد في ظل الطعون وفي ظل القرارات وفي ظل رغبه من حضرتك للم الشمل والارتقاء باللعبه في ظل استضافه بطوله عالم للناشئات في ظل استعداد لبطولات عالميه؟ فاعتقد التجهيز والاستعدادات لما بيكون فيه بعض الامور الشائكه بتاثر وانتوا عايزين تشتغلوا. اكيد بتاثر، مش هقدر اقول لك لا ما بتاثرش، ولكن احنا النهارده اللي عايز اقوله انه طبعا كل يعني الدكتور فؤاد وهو الطاعون جايه كلها من الدكتور فؤاد، انه هو من حقه ان هو يدافع عن نفسه او يدافع عن موقفه في الانتخابات السابقه. انا بس عايز اؤكد على حاجه، والكلام ده انا قلته زمان اول ما اترفع الطعن من الدكتور فؤاد، انه هو اللي كان بيدير اللجنه المؤقته اللي بتدير العمليه الانتخابيه. اللائحه بتقول انه عشان نرجع بس للماضي تمام. شويه انه الاتحاد اللي موجود او مجلس الاداره هو اللي بيراجع جميع اوراق الانديه ليه مندوبينها والاجراءات بتاعتها. اذا فهو اللي منوط بيه كان يراجع كل الاوراق اللي هو بيشتكي دلوقتي انه في صوت نادي الصيد، نادي الصيد بالذات انه مش مظبوط. اذا فانت يعني طبعا الدكتور فؤاد عبد السلام على موقف معين كان هو يدير هذا الموقف بالظبط. اللائحه كانت بتقول وما زالت موجوده انه في ماده 10 اعتقد او ماده 9 انه مجلس الاداره يراجع الورق ويتاكد من صحته لصحه كل مندوب نادي، واذا حصل ان في حاجه مش موجوده يرجع للنادي تاني ويقول له والله يصلح الخطا ده في خلال 48 ساعه او يلغي الصوت بتاعه. تمام. طبعا هو الكلام ده يراجع كمان تاني من اللجنه الاولمبيه، يعني هو بعد ما بيراجع اللجنه الاولمبيه. اللي حصل انه نادي الصيد في مشكله ما، انا الحقيقه مش عارف تفاصيلها لانه او عارف تفاصيلها دلوقتي، انما قبلها ما كنتش اعرف ما اعرفش ايه التفاصيل. ففوجئنا ان هو رافع هذا الطعن. هذا الطعن احنا يعني خد بطلان اعلان. مبني على ايه هذا الطعن؟ على بطلان صوت نادي الصيد،
ولائحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة هي اللائحة الوحيدة كانت قبل ما نعمل الجمعية العمومية الغير عادية، بأنه في أندية حسب نسبة اشتراكها لها صوتين وفي أندية لها صوت، فصوت نادي الصيد له صوتين، يعني صوت بصوتين، وده شيء غريب بصراحة. هو شيء غريب، ولكن الأغرب كمان أن أنا نجحت بفرق صوت واحد عن الدكتور فؤاد، فهو بيقول أن الصوت ده لو راح لكابتن فؤاد يبقى عشان بصوتين. عشان بصوتين تنعكس، تقلب على طول. لكن حصل عقد جمعية عمومية وفي تغيير لائحة. أنا غيرت اللائحة كلها، لأنه أنا اكتشفت إنه ده طبعا غير دستوري، إنك لقيتها مش مطبقة في أي حتة، لا في مصر ولا في العالم ولا كله ولا برا مصر طبعا، ولا حاجة خالص، لأنه مش حاجة اسمها نادي ليه صوتين بالظبط. فأنا غيرت القصة دي، مع عايز أقول لحضرتك حاجة، إنه ما كانش في أي اعتراض من الأندية إلا عندها صوتين. يعني ودي حاجة كانت يبدو تحسب لهم بصراحة. طبعا خلينا نتكلم على الجمعية العمومية غير عادية دي بعدين، ولكن أنا بقول إيه، إنه هو دكتور فؤاد تقدم بالطعن بتاعه، إحنا قدمنا الرفض اللي هو الطعن بتاعنا فيها عدم قبول هذا الطعن، بعد ما مركز التحكيم والتسوية الرياضي أنشأ مركز الطعون داخله، ما كانت الآلية دي مش موجودة. إحنا كنا 13 فبراير وأعلن هذا المركز 14 مارس، وابتدينا نشتغل على هذا الموضوع، فقدمنا طعن وقدمنا استئناف لاتخاذ الإجراءات القانونية الطبيعية في هذا الموضوع. فوجئنا من أسبوع أو 10 أيام أنه عدم قبول الطعن بتاعنا، وكان السبب أنه المركز ده أو مركز الطعون اتعمل أو أنشئ أو طلع بيه قرار يوم 14 مارس، والقرار بطلان العملية الانتخابية كان في فبراير، إذن فهو ليس مختص بما سبق، فاضطرينا على طول. طب هو كده مين اللي هيتعامل في فاتجهنا على طول، فبيفتح لك باب تاني، هو افتح لي باب تاني، وبعدين اروح بقى ما ينفعش تلجأ لباب تاني. ما انا ما عنديش حل بصراحة، لانه انا كان لازم اروح لمحكمة الاستئناف القاهرة العادية خالص، زي اتحاد الباسكت، وباخد نفس الإجراء. مع العلم ان انا ما زال عندي استئناف داخل المركز، داخل مركز الطعون، لكن لحفظ الحقوق بالضبط. لانه وبعدين هرجع لسؤالك تاني، هل ده بيعطل المسيرة؟ هو بنحاول انه ما يعطلش المسيرة، انما برضو بيخليك بتشتغل وانت مش متحمس قوي، يعني بتشتغل وبتحاول تخلص كل حاجة وما بتوقفش الدنيا. لما فوزت كل ده، لما ناخد حقوق تنظيم مونديال الناشئات في 2019، ده في شغل. ما هو في شغل بيتم طبعا. ما انا عايز اقول لك على حضرتك على حاجة، النهاردة لما يبقى عندي الشهر الجاي في اكتوبر بطولة افريقية للشباب، ده مين اللي مديها؟ الاتحاد الافريقي للكره الطايره. لما يبقى عندي بعدها باسبوع في اخر في اكتوبر البطوله العربيه للرجال، تمام، ده الاتحاد العربي طبعا. لما انا اخد الاسبوع اللي فات او اول الاسبوع ده البطوله العالم للبنات الناشئات 18 سنه، فاذا ده ايه؟ دعم وسبورت من الاتحاد الدولي، فمحدش يجي يقول الاتحاد ده غير قانوني. لا، والاتحاد المصري شغال، ده شغال بقى، محدش بقى يجي يقول ايه، كلها اتحاد عربي واتحاد افريقي، محدش يجي يقول اصل ده اتحاد غير معترف بيه. يعني انا النهارده عندي جمعيه عموميه غير عاديه بقى، اللي هي اللي كل الاتحادات المفروض تعملها في الفتره اللي هي بعد شهر 6، في الثلاث شهور، فتره الثلاث شهور دي. وفاجئ برضو ان دكتور فؤاد رفع عليا طعن في عدم قانونيه هذه الجمعيه العموميه. طب اعمل ايه؟ طيب يعني انا بس يعني اسره كره الطائره بعمل ايه يعني بقى؟ يبقى صوت يعني الحق يعلو كده في اسره كره الطائره، وتقعدوا وتحلوا الامور دي وديا، لان في شغل معمول بصراحه كويس جدا. اذا كنا نهدف يعني من اجل اللعبه ومن اجل يعني نجاح الطائره نفسها بعيدا عن الاشخاص اللي موجوده او الاشخاص اللي بره، فاللي موجود على ارض الواقع من مونديال ناشئين، من بطوله عربيه، من استعداد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة العالم الشهر المقبل، يعني أجندة مزدحمة جدا وماشيين فيها بنجاح لغاية دلوقتي، فمن الواضح أن الأمور دي هتعطل، فده تعطيل للرياضة المصرية كلها. أكيد أكيد، بس أنا بصراحة ما عنديش حاجة أعملها، لأنه أنا شغال وهو الدكتور فؤاد يعني قاعد بيقاوح معايا، فيعني هو اللي قرر مش أنا. يعني النهاية إيه؟ والله النهاية في مركز التحكيم أو في محكمة استئناف القاهرة، هم اللي يقرروا بقى. يعني انا ما عنديش حاجه اعملها غير ان انا برد فعل لما اللي الدكتور فؤاد بيعمله وخلاص. يعني انا ما عنديش حاجه اعملها بصراحه، انا شغال في طريقي، كل هدفنا هو كره الطايره زي ما انت شايف كده. وطبعا لو عددنا الانجازات اللي احنا عملناها في خلال الثمان شهور اللي فاتوا هقول لك كتير، ولكن انا ما عنديش حل تاني بصراحه. مع وجود حضرتك رد فعل وعايز تسعى لرأب هذا الصدع،
في استعدادات مهمة جدا بعد حصولنا على حق تنظيم مونديال الناشئات العام المقبل. أكيد في تفاصيل وفي تجهيزات وفي مجهود كبير جدا لازم تعمل بهدوء. البداية هتكون إزاي؟ اولا البدايه ان احنا اولا هو كل اللي احنا يعني كل اللي عملناه انه احنا بعتنا الطلب بتاعنا للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي وافق على هذا الموضوع. بيبتدي بعد كده الاجراءات الروتينيه الاداريه ان هم بيبعتوا لجنه تراجع الفنادق والملاعب ويشوفوا كل الدنيا كلها، واحنا بنحدد ميعادنا اللي احنا عايزين نعمله فيه من شهر 7 لشهر 9، يعني من يوليو اغسطس سبتمبر. احنا طبعا يعني الفكر اللي جاي ان احنا هنعملها برضو في مجمع الصالات في استاد القاهره، لانه هو ده يعني مجتمع متكامل نقدر تشتغل فيه الصالات كلها والصاله الكبيره. ده المبدئي. الحاجه الثانيه بالنسبه لاعداد الفريق، طبعا احنا عندنا فريق، يمكن لو حكيت لك عن اخترنا الفريق ده ازاي او الفريق ده والمماثل له في الولاد، لانه في فرق سنه في السن. احنا لفينا محافظات مصر كلها، يمكن شفنا اكثر من 1000 لاعب ولاعبه. يعني لحقتوا تعملوا ده في 8 شهور؟ دي اول حاجه عملناها. لو اول ما ابتدينا بعد ما خلص الموسم بتاعهم ابتدينا، يعني اول ما جيتوا عارفين الاجنده بتاعتكم ايه، عملنا خطه، عملنا خطه إيه؟ احنا عايز اقول وبناء عليه عملنا كذا بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن ادعي ان احنا الاتحاد الوحيد اللي عامل خطه ل 2030. عادة احنا كنا قبل كده بنشتغل نقول ايه احنا، لا ويبدو ان حضراتكم حاطين خطه من قبل ما تيجوا، لو جيتوا هتعملوا كذا، ده واضح لان في شغل من اول يوم. بالظبط. احنا هدي لك مثال كده، الولاد اللي هم 2001 و2002 و2003، احنا طبعا القاهره والجيزه واسكندريه، وده الطبيعي اللي كان دايما الاتحادات السابقه بتختار منها القوام. لكن احنا رحنا البحيره، والبحيره لما نروح البحيره بنلم كام محافظه حواليها، رحنا كفر الشيخ، الاسماعيليه، جبنا خط القناه كله. يعني كل محافظه بتاخدوها سنتر وتشوفوا الولاد فيها، ونلم ثلاث اربع محافظات. يعني الاهليه، الغربيه، الشرقيه، شفنا حوالي 520 ولد وحوالي 450 بنت، وعملنا اختيارات مره واثنين وثلاثه لغايه ما وصل عندنا النهارده. انا اقدر اقول لك ان انا لو عندي 15 بنت مثلا مواليد 2003 و2002 و2003، انا عندي فرقه بي تيم في نفس السن مماثله لها في المستوى الفني، والولاد كذلك. طبعا انا ببني بنيه تحتيه تحت دلوقتي للولاد الكبار دول، لانه انا متوقع انه ال 15 دول هيبطل منهم شويه، ممكن ويخش عليهم عناصر جديده ما بتظهرش دلوقتي. ولكن انا ببني الكلام ده لاني بعمل حاجه لمستقبل مصر، مش بعمل حاجه عشان ايه اقول انا لاخر الدوره بتاعتي 2020 ومش عارف لسه هعمل ايه. لا، انا فعلا بعمل حاجه. لما لو ما في رئيس اتحاد تاني او في مجلس اداره تاني هيقدر يلاقي فرقه فعلا يعتمد عليها ويبني القصه دي. فانا فخور باللي انا بقوله ده، لانه دي تجربه يعني سباقه في اتحاد الطائره، انه نبدا نبص على المحافظات، على الاقاليم، شوف كل العناصر، ما تبقاش القاعده مقتصره بس على القاهره الكبرى. بالظبط. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، انه النهارده المنتخب اللي كان في اوغندا وكان في الجزائر، في ولاد من انديه عمرها ما كانت تمثلت جوه المنتخبات وهم في السن ده، يعني 17 سنه و16 سنه، وتلاقي ولد مثلا من سموحه، مش عارف بنت منين، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. احنا دايما كنا زانقين نفسنا او بنبص بس على اللي احنا شايفينه قدامنا. انا النهارده فاتح الموضوع كله وهبتدي دوره تانية ان انا ابص على المرحله اللي بعدهم عشان يبقى عندي قاعده ابتدي ابني عليها. زياده قاعده المنافسه ده مهم جدا، لانه بيطرح عدد من المواهب، وده اللي بيسقل المنتخبات. اعتقد كده خريطه كره الطائره في المستقبل شكلها ان شاء الله يشرف، وهتكون البدايه مع مونديال الناشئات ان شاء الله. مونديال الناشئات ده طبعا محتاج استعداد مختلف تماما عن انك انت تقول والله انا مؤهل لبطوله عالم وهعمل معسكر قبلها باسبوع وكده. لا، النهارده لما بتبقى انت اللي منظم هذه البطوله، الاتحاد الدولي برضو بيدي لك امكانيات انك انت تقدر تتنافس او تروح معسكرات بتبادل مع دول طبعا، عشان هو برضو بيبقى يهمه انه الدوله المنظمه تكون موجوده من ضمن الثمانيه على الاول لك الاول. طبعا مش هقول لك مثلا جمهور، عايز جمهور، عايز جمهور، وعايز طبعاً تواجد، وعايز الناس تبقى موجوده، وعايز وعايز وعايز، فبيدي لك سبورت. يعني احنا برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن هنطلبها من الاتحاد الدولي ان يبقى عندنا مدرب اجنبي للفرقه دي. انت متخيل ان انا اول مره هيبقى في فرقه زي دي، طبعا عندهم 16 و17 سنه، عندهم مدرب اجنبي، والاتحاد الدولي لما بيختار لي مدرب اجنبي زي ما كان جايب ماركوس ايام بطوله العالم السنه اللي فاتت للفرقه اللي هي كانت 21 سنه 23 سنه، اللي بيجيب اعلى كلاس موجود عنده في المدرب، وهو بيدي دعم مادي، ما بدفعش انا كل الرقم، بدفع انا جزء وهو بيدفع جزء، لانه عايز يعمل فرق. التطوير بتاعه النهارده الاتحاد الدولي
توجه لاتجاه تاني بقى. انا ما بيديش فلوس عشان تصرفها، لا بيقول لك انا هدي لك المدرب، انا بختار لك المدرب ده. مدرب انا كان عندي مدرب برازيلي، المدرب البرازيلي ده جه عمل طفره في الفرقه واخدنا فيها الخامس السنه اللي فاتت، بس ده كان الاتحاد ايام الدكتور فؤاد. فانا متوقع ان احنا هنعمل نفس الكلام، هيبقى عندنا فرقه ان شاء الله كويسه هتقدر تنافس الفرقه. البطوله دي بطوله العالم دي هيبقى فيها 20 فريق، فهتبقى فيها يعني كل العالم ممثل فيها، وان شاء الله هيبقى مستوى كويس ان شاء الله. ان شاء الله. تليفون معانا الاستاذ احمد عبد الدايم المدير التنفيذي اتحاد طائره. تحياتي وتحيات المهندس خالد. مساء الخير استاذ ابو الخطيب، مساء الخير باشمهندس خالد. مساء النور يا كابتن احمد، برنامج موفق ان شاء الله. كابتن على قدم وساق، رغم وجود بعض المشاكل لكن الامور تمشي بالشكل الافضل داخل اتحاد الطائره. يعني في البدايه يعني كده الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل ولا هيبقى في مشاكل خالص، استقرار بيشوط اتحاد الكره الطايره. يمكن الاتحاد فريق نحل الفرق المنتخبات القوميه. كان عندنا خمس منتخبات، انهت ثلاثه منهم ببطولات، اثنين اول واحد ثاني، وعندنا طبعا بطوله العالم المنتخب الاول فيها، وبطوله الشابات اللي في امم افريقيا اللي في كينيا ان شاء الله. اكيد يعني كان الباشمهندس بيتكلم على مونديال الناشئات والمجهود الكبيره اللي هتحصل، واختلاف القاعده بقى اللي دايما بنختار منها، اختلفت القاعده بشكل مختلف كمان، والجمعيه العموميه، وفي يعني امور جديده داخل اتحاد الطائره كلها تصب في مصلحه اللعبه. يعني بدايه طبعا المهندس خالد كان شرح طبعا موقف والمجهود اللي بذله هو ومجلس اداره ان عشان ان احنا نوصل ان احنا ننظم بطوله عالم مره اخرى في خلال هذا العام. لكن احنا بدانا من اكثر من 9 شهور بالقاعده الاساسيه في محافظات مصر كلها، يمكن اول مره تحصل في اتحاد مصر كره الطايره، ان يبقى في مسح شامل لكل ناشئ من 2003 و4 و5 على مستوى الجمهوريه. طلع مجموعه متميزه من الاطفال سواء بالنسبه للناشئين او الناشئات، وده العصب الاساسي للمنتخبات في الفتره القادمه ان شاء الله. اكيد كمان الفتره القادمه هتكون في بعض الاستعدادات والمفاجات، لو عند حضرتك اكيد اضافات قبل ما اشكرك. يعني اكيد المهندس خالد عنده كثير من المفاجات في البرنامج، واعتقد اخرها يمكن النهارده موافقه اللجنه الاولمبيه المصريه على ثقه مجلس الاداره والجمعيه العموميه بالموافقه على اللائحه الاسترشاديه لاول مره تحت اتحاد الكره الطايره، لائحه استرشاديه من جمعيه عموميه لجمعيه عموميه غير عاديه اللي وافقت عليها، شالت كل الخيوط. يمكن المجلس الوحيد ده بشكل كل القيود على كل اسس كره الطايره ايا كانت، في سواء في الانتخابات القادمه او في اي حاجه، فدي ظاهره صحيه رياضيه ان الجمعيه العموميه نفسها ب 45 نادي وافقوا على تعديل اللائحه لصالح اسس كره الطايره. رغم ان فيها بعض الانديه هتخسر صوت، يعني بحكم اللي كان ليها صوتين. يعني انا يعني عشان المجال ما يسعش له، الناحيه التشريعيه بتمنع هذا والدستور المصري بيمنع هذا، فعشان كده المهندس خالد ومجلسه اقر ان لابد ان يكون كل الانديه مستواه لدي المواطن المصري مستواه في حقوقه وفي واجباته، فان كل الانديه تتساوى. هي كانت حاجه غريبه فعلا. بالظبط. دي جزئيه ثانيه، يمكن المهندس خالد مدعو في اجتماع دولي يوم 17/9 لاول مره يحدث في مصر بطولة عالمية للشواطئ هتقام في الساحل الشمالي، وانا حاطط المهندس خالد تفاصيلها معاك في البرنامج. اشكرك كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة. يعني طبعا برضو اخبار جديدة بطولة الشواطئ دي برضو انا لسه ما كنتش قلت عليها، لانه ده الاتحاد الدولي بعت الاخصائي المسؤول عن الشواطئ عشان يبص على الشواطئ بتاعتنا. تمام. وابتدينا نحط على البطولة العالمية بتاعته اللي هي فور ستارز 4 نجوم، اللي هي الجوائز بتاعتها 150 الف دولار لكل يعني رجال او سيدات. تمام. رجال وسيدات، واتخذنا موافقه مبدئيه، وعندنا اجتماع في الاتحاد الدولي الشهر الجاي ان شاء الله. واضح ان في تعاون مثمر
بين الاتحاد المصري بقياده حضرتك وبين الاتحاد الدولي، ودي حاجه كويسه. هو الحقيقه برضه انا يعني لا انكر دور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي، لان هو مدينا دعم كامل جدا، ويعني بشكره على الهوا النهارده. طبعا قيمه كبيره. طبعا لانه هو اللي عامل لنا السبورت ده كله، طبعا بخبراته السابقه، وعارف يعني عارف ايه ما تقول، عارف دي نجيبها ازاي، لا دي ما نجيبهاش، لا دي نعمل كذا. فهو طبعا مدينا دعم كامل في القصه دي. اللي عايز اقوله انه دي اول مره يتعمل الايفنت ده في افريقيا، الفور ستارز ده اول مره يتعمل في افريقيا، والناس طبعا اول مره ما اتعملش قبل كده خالص. والناس لما يعني بتوع الاتحاد الدولي بتوع الشواطئ يقولوا مصر عندها الشواطئ دي، خلينا لهم يبصوا على شرم الشيخ والغردقه والساحل الشمالي، تكتشف ان انت عندك ثروات انت مش مستخدمها. ده بيتسق مع ايه؟ مع فكره الاستثمار الرياضي اللي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بيتكلم عليها النهارده. قبله جديده للسياحه من منظور تاني. سياحه ورياضه ورساله للعالم كله ان مصر دي بلد الامن والامان. طبعاً. ان النهارده انا لما كل فرق العالم دي اللي هم اللعيبه بيجوا على حسابهم، على فكره هم بيجوا على حسابهم عشان يشترك في البطوله عشان يكسب بوينتس ويكسب الجوائز دي 150,000. فالنهارده لما يبقى انت تاخد ميعاد ثابت في شهر مثلا، يقول مثلا من 5/7 مثلا ل10/7 دي البطوله دي في مصر، انا عايز اشترك فيها. فالنهارده ده بتدي رساله للعالم مختلفه. طبعا يعني بتعلي الرانكينج بتاعك في الاستثمار، بتعلي الرانكينج بتاعك في السياحه، في كل حاجه، في الرياضه، في كل حاجه. بس هي الفكره انه انا يعني لسه طبعا احنا ما قعدناش مع الدكتور اشرف، احنا ادينا له بريف كده انه احنا محتاجين نعمل منتج عشان نبتدي نسوقه صح. هي الفكره انه النهارده انا ككره طايره عندي منتج، بس لسه ايه بحاول اظبطه كده يعني يبقى مظبوط، ان انا اقدر اقول ايه ادي المنتج بتاعي، ادي المظبوط، انا عندي ايفنتات، عندي بطولات عالم. في المجال الرياضي لسه التحديات وساعات المنتخب الوطني لخوض المنافسات بطولة العالم الشهر الماضي. المنتخب احنا الحقيقة عاملين له خطة، والحمد لله الحمد لله قدرنا نمشي بيها زي ما كنا رسمينها بالظبط. النهاردة وانا بكلمك منتخبنا في سلوفانيا بيلعب 4 مباريات ودية، وهيرجع هيبقى عندنا فريق استراليا جاي يعمل مباريات هنا من 23 ل 29 8 يعني بعد العيد، وبعد كده هيطلعوا معسكر تاني في بلغاريا. احنا المجموعه بتاعتنا الاولانيه دي في بلغاريا، عاملين برضو اسبوع قبل بلغاريا هنعمل فيها ماتشات مع الفرق اللي تبقى رايحه، وبعد كده نلعب البطوله بتاعتنا. عندنا امل. ما هي فرص بقى المنتخب عندنا امل. بص انا برضو موضوع صعب برضو، هو صعب ولكن يعني ممكن نجيب نحققه لو ركزنا. المشكلة انه الفرق بتفقد تركيزها في بعض الاوقات. انا اقول لك المجموعة بتاعتنا عشان برضو ايه الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم على البرازيل، كندا، فرنسا، الصين، وهولندا، ومصر. طبعا يعني قامات اللعبة. فيعني احنا الصين ساعات يعني كنا بنكسبها، وبس هي طلعت شوية يعني لسه الماتش في الملعب. كندا لسه برضو فيها كلام. الفرق التانية طبعا بنحاول، ولكن انا لو كسبت ماتشين من الماتشات دي اقدر اتاهل للدور اللي بعديه. الدور اللي بعديه لو تاهلنا ان شاء الله احنا بننتقل الى ايطاليا، لان هو البطوله دي معموله في دولتين، ودي برضو من ضمن اول مره تتعمل كده ان يبقى في عندك بطوله عالم معموله في دولتين، وبحيث انه فاحنا بنامل ان احنا نعمل كده. انا اعتقد ان احنا استعدادنا لبطوله العالم دي احنا عملناه كما ينبغي ان يكون. احنا في بطوله البحر الابيض احنا لم نستعد، ما عملناش اي استعداد، يعني عملنا معسكرات داخليه، ما عملناش اي ماتشات، ولكن لظروف خاصه لظروف يعني ما لحقناش، والوقت والاستعدادات، واللي كان فيه لعيبه عندها اصابات وكده. ومع ذلك احنا كنا على يعني مشارف ان احنا ناخد ميداليه برونزيه، ولكن في اخر جيم في اخر شوط كده حصل يعني الفرقه هبطت شويه كده ويعني نامت شويه، فالفرقه كسبت. بس الحمد لله استفدنا من التجربه دي، وان شاء الله بنعوض. هل كانت في اسباب وراء تغيير القياده الفنيه للمدير الفني البرازيلي للمنتخب؟ لا، هو المدرب البرازيلي ده الحقيقه هو كان جاي لمنتخب 23 سنه، واحنا كنا عايزين نجيب مدرب ايطالي للفريق الاول، واحنا طلبنا منه انه هو يفضل ماسك قطاع الناشئين والشباب كله، يمسك القطاع كله ما تحت تحت الفريق الاول، ولكن هو كان عنده ظروف واضطر يسافر، يعني عنده مشاكل عائليه وحاجات كده، فاضطر ان هو يمشي. ولكن احنا لسه برضه بنحاول زي ما بقول لك، احنا هنركز المره دي بقى على فريق البنات اللي احنا نجيب له حاجه، ويبقى ماسك قطاع البنات كله، يعمل طفره بقى في القصه دي. خلي بال حضرتك برضه ان انت لما بتجيب مدرب اجنبي موسم او اتنين موسم بتلاقيه عمل
طبعا طفره. وبعدين تقدر تكمل بقى بالمصريين. انا ما بقولش المصريين يعني طلعت يعني درجه وبتكمل. محتاجين بس حاجه صغيره كده. والمصريين انا مؤمن ايمان كامل بالمدربين. دور لا هم الاساس. معلش انا لما بجيب مدرب اجنبي محتاجه عشان بس يديني بعض الحاجات بعض الخبرات. خلي بالك برضو انه البنات عندنا ناقصهم كتير يعني ما احناش ما اقدرش اقول ان احنا خاصه لما بتوسع قاعده وبتجيب جيل لسه اول مره بقى يخش بقى منتخب ويتاهل لما تجيب له مدرب اجنبي جديده فانت محتاج لا انما انا مؤمن ايمان كامل بالمدرب المصري. ما فيش عندي اي مشاكل. ولكن وخاصه ان احنا دلوقتي في عصر دلوقتي انت شايف الاسعار الدولار والمرتبات عامله ازاي. ولكن انا بقول دايما لو احتجت حاجه كده زي موسم نص موسم اي حاجه كده اقدر اشتغل عليها. لكن في طفره بشكل معين وده بيخلينا نتكلم في دوره الالعاب الاولمبيه المقبله وحظوظ المنتخب المصري. احنا لسه بنتكلم بقى طبعا احنا بالاستعداد الفريق الاول كده بنتكلم على استعدادات السنه الجايه. هيبقى عندنا تصفيات افريقيه وان شاء الله نعوض ال 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 السنه اللي فاتت لما احنا خسرنا البطوله الافريقيه وطلعنا المركز الثاني. تاهلنا لبطوله العالم ولكن احنا طول عمرنا كنا لاكثر من 6 7 8 سنين لورا احنا كنا ابطال افريقيا. اعتقد ان احنا باللي احنا بالاسلوب اللي احنا ماشيين بيه ده ان شاء الله نكون ابطال افريقيا ونتاهل للاولمبياد واحنا ابطال افريقيا. المنافسه المحليه هل هتفضل يعني مقصوره شويه بين الاهلي والزمالك والجيش ولا هنشوف فرق تانية هتدخل في المنافسه؟ المفروض ان احنا نشوف فرق تانية. المفروض لانه احنا النهارده ابتدينا نغير شويه في اعداد اللعيبه المسجله بحيث انه ما يبقاش تكدس اللاعبين في نادي معين بحيث انه يبقى موجود وما بيلعبش. فابتدينا نقلل اعداد المسجلين بدل ما كانوا 20 خليناهم 16. اللعيبه دي هتروح انديه ثانيه هتقدر تعمل طفرات بس الكلام ده ما بيبانش على طول في اول موسم. يعني بيبان بعد موسم واثنين وثلاثه تقدر تبتدي تقول ايه القرار اللي اتاخد في 2017 او 2018 هو اللي عمل الطفره دي النهارده. ايه اللي حضرتك عايز تحققه في الفتره الجايه مع اتحاد الطيب؟ انا والله يعني انا قبل ما انا اخش الانتخابات كنت دايما بقول انا عايز اعمل نظام او منظومه متكامله للكره الطايره بحيث انه خالد ناصف موجود او المجلس بتاعه موجود هي المنظومه متكامله كده وماشيه كده. ليه؟ لانه النهارده لما انا اقول لك على انه النهارده عندي فرقتين للناشئين يقدروا في نفس المستوى فانا عندي قاعده والقاعده دي المهم الاستدامه. المهم ان انا مش بعمل ده عشان انا عندي بطوله. احنا كنا من الغلطات الاخطاء اللي بتحصل انه عندي بطوله الحق لم اللعيبه طب ايه ونكسب البطوله. ما فيش بقول لك في مشكله ان احنا نكسب بطوله ولكن ما فيش استدامه. يعني اللعيب ممكن يجي ويلعب يعني بتعمل بالقطعه كده من بلدي. بالظبط بالظبط وهي دي المشكله. المشكله اللي بتقابلنا ان انا محتاج اعمل منظومه متكامله لها اسس لها مقاييس معينه وابتدي اشتغل عليها وكله يبقى هو ده همه انه هي المنظومه دي اللي هتكمل معايا. ايه اللي اتحقق لغايه دلوقتي وايه اللي شفته اتحقق بالشكل المطلوب وايه اللي انت شايفه لسه محتاج وقت بس شايف وعينك عليه انه هيتحقق؟ هقول لحضرتك اولا اختيارات المنتخبات بقى فيها عداله تامه بالجميع لجميع اللعيبه. ما عادش فيه الاختيار العشوائي انه ده ده هنا. لا بقى النهارده في الراجل بتاعه يعني في طقم كامل للسكاوتنج موجود بيحضر التدريبات اللعيبه على جميع المراحل بحيث ان النهارده لما اجي اقول والله انا عايز اعرف اللعيب ده كويس ولا وحش عندي السكاوتنج بتاعه. حلو قوي. ما بقدرش اجي اقول اصله النهارده ممكن يلعب ماتش وحش ممكن انا اقول طب انا هروح بنفسي اتفرج هروح بكره اتفرج. اللعيب يكون النهارده مش يومه. ما هو اللعيب مش ماشي 100% على طول طبعا. فبقى النهارده عندي نظام الفي اي اس سكاوتنج شغال مع الفرق وهي بتتدرب لانه بيتعمل ماتشات بينهم ودي حاجه انا مبسوط بيها وهكملها ان شاء الله. الحاجه اللي انا لازم اعملها ودي هتاخد مني وقت تقليل عدد الدوري الممتاز. النهارده كان حصلت ودي عاده بتحصل في الاتحادات في الفتره اللي هي بتاعت اخر سنه اللي هو يمنع الهبوط عشان يخلي عدد الفرق في الممتاز اكبر. فالنهارده عندي 28 فرقه. 28 فرقه ده لا يدي ما يعطيش اي مستوى راقي للكره الطايره في مصر. فاحنا خدنا خطه كده تدريجيا لازم انزل بيها. لقد ايه؟ نفسي اوصل ل 16 بس كده طبعا بنزعل اعضاء الجمعيه العموميه كده. لا ما هو بس يعني بس هم حريصين يعني على اصلا على مصلحة اللعب. يعني اصل مش هقدر يعني مش عايز ادي امثله ولكن النهارده لما فرقه تبقى مثلا مستوى معين بتلعب مع مستوى اقل وده له امكانيات وده له امكانيات. لا انا اعمل دوري محترم قوي
في الحته دي احسن عندي لمستوى الكره الطايره، احسن ما اقعد ايه اضيع وقت في الحاجات دي. طبعا القصه دي مش هتتم بكره، هتتم على مستوى تدريجي، وده اللي احنا بنبتدي نعمله دلوقتي. جماهير كره الطايره بعيده عن الملاعب، امتى ترجع الجماهير؟ هقول لحضرتك، هي المشكله مش مشكله، انا نفسي الجماهير ترجع، ولكن بيحصل بعض التدخلات كده، ففي ماتشات معينه بحاول امنعها واخدها بره القاهره شويه. انما اسره الكره الطايره بتحضر الماتشات عادي في الاوضاع العاديه. انجازات تنتظر تحقيقها في الفتره الجايه. بطوله العالم، انا حاليا دلوقتي يعني خلينا نتكلم على النظره قصيره الامد اللي هي بطوله العالم. انا مركز النهارده انه فعلا اللعيبه دي تقدر تكسب ماتشين ونتاهل، وده يعتبر انجاز بالنسبه لنا. رسالتك للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. اتمنى انه ملف الاستثمار الرياضي يتداول بحرفيه، وانا واثق من كده، لانه انا عايز اشوف النتيجه دي عندي في الاتحاد. اجي اقول انا والله عندي بطوله، الاقي الناس هي اللي بتجي لي، مش انا اللي بروح لهم اقول لهم انا عايز حد يعمل رعاه، لا انا عايز الاقي الرعاه هم اللي جايين لي. مهندس هشام حطب. مهندس هشام حطب طبعا انا الله يكون في عونه بعد القانون الرياضه وبقى كل الحمل عليه، انا طبعا يعني بكنله كل الاحترام، وانا عارف انه المجهود عليه ضخم، وامكانيات اللجنه ما كانتش متوافقه ان هي تشيل الحمل ده كله، الله يكون في عونه. احنا كلنا انت عارف انا عضو لجنه اولمبيه، واتمنى ان هو ان احنا برضو يبقى عندنا خطة برضو ل2020 وما بعد 2020. دكتور عمرو علوان. طبعا ده أبويا الروحي بعد أبويا الله يرحمه في الكرة الطايرة، وربنا يوفقه ويديله كل حاجة يتمناها بالنسبة للكرة الطايرة في أفريقيا، لأنه هو أكتر واحد أنا شايفه حريص على الكرة الطايرة في مصر وفي أفريقيا، على كل المجالات، على كل الناس اللي شفتها في أسرة الكرة الطايرة، أكتر واحد بيبقى حريص أنه الكرة الطايرة في مصر تاخد نصيبها من الاتحاد الدولي. مهندس خالد نصيف سليم، كنت سعيد اللي حضرتك موجود معانا النهارده، الوقت بيعدي معاك سريعا. انجازات في اتحاد كره الطايره، ان شاء الله تستطيع ان تلم شمل اتحاد الطايره، لو حضرتك حابب تقول اي حاجه. ربنا يخليك، انا متشكر جدا، وبشكر قناه الاهلي، وبشكر النادي الاهلي، وبشكر جميع اسره الكره الطايره. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله على انجازات وعلى وعد في الكره الطايره ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا ميرسي. طبعا فكر جديد جدا في اتحاد الكره الطايره وتوسيع